اهلا بيكم في تحديث جديد من سلسلة تحديثات اسود سابي سند. في الفيديو ده للأسف معانا خبر تعيس لكل عشاق الاسود، وهو ان قطاع ناس اوتاوا برايد خسروا لبؤتين جداد خلال الشهر الحالي. لبؤتين هما الاقوى من قطاع الاناث اللي يعتبر امتداد لنسل المابوجو. اخوات ذكور المابوجو الاقوياء اتعرضوا لمصير وحشي خلال شهر اغسطس الحالي. ايه اللي حصل ليهم ومين قتلهم؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس خلونا قبل ما ندخل في التفاصيل افكرك، ما تنساش تعمل اعجاب بالفيديو وتشترك دلوقتي في القناة علشان تتابع اهم الفيديوهات الجديدة. ودلوقتي يلا بينا نخش في تفاصيل الفيديو. زي ما قلنا من شوية، قطيع إناس أوتاوا برايد الموجود غرب سابي ساند من فترة مع ذكر تومبيلا ميل خسر في الشهر الحالي لبؤتين هما الأقوى من كل لبؤاته. الأولى اتقتلت خلال الأسبوع الأول من الشهر، في حين إن التانية والأكبر سنا والأكثر قوة اتلقت جثتها مقتولة بطريقة وحشية من أيام قليلة. حسب آراء الحراس والمتابعين، فاللبؤتين اتقتلوا على إيد ناكاهوما ميل وشريكه ستيكس ميل، وده بسبب أحداث الصراع اللي بدأ من شهر يوليو الماضي. ساعتها ذكور كامب ميلز اتشافوا للمرة الأولى هما بيدخلوا منطقة أوتاوا برايد وبيهاجموا الفخر. وقتها ذكر تومبيلا هارب وتخلى عن الإناث، وهارب معاه أنثى تانية وبقية الأشبال، في حين إن لبؤتين اتنين هما اللي تصدوا ووقفوا وتصدوا لمحاولة هجوم أسود كامب ميلز. الذكور اللي تخلوا عن فكرة السيطرة على أوتاوا وانسحبوا فجأة، إلا إنه حل محلهم ذكر ناكاهوما وذكر ستيكس وهاجموا الفخر مرة تانية. يعني تاني هجوم اتعرض له اللبؤتين خلال نفس الشهر. ساعتها كان ذكر تومبيلا لسه في طريق رجوعه من منطقه مانيلاتي. وبرغم صمود اللبؤتين الاقوياء والشجعان لبعض الوقت، الا ان الصغيره ماتت بعد المعركه بساعات قليله، في حين ان اللبؤه الاكبر صمدت ايام اكتر. لكن مع تكرار الهجوم وخطوره الاصابات اللي اتصابتها، انتهى بها الحال من ايام مقتوله باصابات تدل على تعرضها لهجوم وحش من الاسدين ناكاهوما وستيكس. حاليا اختفى ذكر تومبيلا هو والاشبال واللبؤة الباقية، ولسه مش معروف عنهم اي اخبار. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وايه هيكون مصير باقي افراد أوتاوا برايد؟ ده اللي هنعرفه في الايام اللي جاية باذن الله. انضم دلوقتي لأسرة ارض العجايب واشترك في القناة علشان تتابع اهم اخبار الاسود حول العالم، وكمان عشان تستمتع معانا بامتع قصص ومعارك ممكن تشوفها في الحياة البرية. ودعمنا باعجاب بالفيديو ومشاركة، واشوفك الفيديو اللي جاي على خير.